بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إحدى المتدربات في هذه الدورة ولقد استفدنا كثير والحمد لله. إحنا من المتضررين من الحرب، ولكن بفضل هذه الدورة بفضل يعني نحن تعلمنا كيف نعول أطفالنا، والآن تعلمت لي حرفة ممكن تنفعني بدل ما أجلس يعني في حاجة عالة على الناس وأجلس أدور. هذا نشكر يعني الدورة هذه قدمت لنا منجزات كثيرة. الهدف الرئيسي من مشروع برنامج تأهيل وتمكين المرأة هو الأخذ بأيدي النساء التي تضررت من الحرب بسبب فقدان زوجها أو فقدان عائلها، والخروج بهن إلى من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج، ووصولهن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بأسرهن عن طريق المنتجات التي سوف يقومن بإنتاجها وتدربن عليها. البرنامج مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة دورات في التحفيز الذاتي والثقة بالنفس. المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب والتأهيل على الحرف اليدوية وهي البخور والخياطة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة تعليم المتدربات على كيفية تسويق منتجاتهن في سوق العمل. المرحلة الرابعة والأخيرة وكانت وهي مرحلة عرض المنتجات والحفل التكريمي للمتدربات. بلغ عدد المتدربات 34 متدربة. سيستفيد من البرنامج بشكل عام 170 متدربة. مالك انت شو قطعي على حقنا مشان انا عايزه